مرحبا بمتتبعي موقع اليوم 24 في هذا البث المباشر مع مراسلنا من جماعة ولاد برحيل إقليم تارودانت لمتابعة آخر تطورات عمليات الإغاثة ميدانيا. سي سعيد أبو درار، يمكن لك تقولنا أشني آخر المعطيات الميدانية فيما يتعلق بالإغاثة وجهود المساعدات؟ بالمناسبة اليوم نحن في ولاد برحيل، هذا المنطقة اللي هذه أنا وعن ما اليومين الأخيرين بحكم حتى الناس ولاو رجعوا لديرهم تيباتوا يعني بشكل طبيعي في المنازل، كما شفنا حتى ليلة البارحة مابقاوش الناس يباتوا في الشوارع. حتى حنا اختارينا بسبب البرد القارس اختارينا انه نجيو للبرحيل ونباتوا حتى حنا في المنازل. بالنسبه لاخر المعطيات اللي اكتشفناهم، لا سمحتي غير هذه النقطه، هذه الناس دابا رجعوا للبيوت ديالهم، يعني ما بقاش خوف رغم انه يمكن تكون تشققات ومخاطر، ان ولاد برحيل هي في منطقه اللي ضربها الزلزال، يمكن توضح لنا هذه المساله هذه. المنطقة ديال برحيل تأثرت بالهزات الأرضية، لكن ليس لدرجة زعما ذاك التشقق الكبير في المنازل والسقوط ديال المنازل. كاين تشققات صغيرة في بعض المنازل، لكن ذاك الخوف والعلا بحكم أنهم هما قراب من المنطقة اللي تأثرت بشكل كبير بالزلزال، هو اللي خلى الناس أنها تبقى طيلة هذه الأيام الماضية تثبات غير في الزنقة وتفضل أنها تبيت في البرد القارس بدل من المبيت في المنازل. نعم، طيب بالأمس توجهتي لواحد العدد من الدواوير، يمكن لك تكلمنا على هذه التجربة اللي اخذتها البارح؟ يوم أمس ربما كان واحد النهار اللي هو طويل جدا، منذ 7 صباحا وصلنا لمنطقة تاشكالت، هذا دوار يبعد 7 كيلومترات تقريبا على جامعة تفنقولت وحوالي 20 كيلومترا على برحيل. كان المشهد ربما صادم، هذا دوار اللي كان بالدواوير اللي اعطت واحد الاشعاع سياحي لهذه المنطقه. هذا دوار اللي فيه ازقه وفيه دروبه بهذا المعنى ديال دوك المنازل الطينيه، سقط بالكامل، تهدم بالكامل. نتحدث على 44 ضحيه تقريبا في هذه الدوار فقط، يعني هذا الدوار كامل تهدم، وكانوا مشاهد مساويه شهادات اللي خديناهم الناس اللي عاشوا ذاك الفاجعه وتحدثوا على الالم والقسوه ديال ديك المشاهد. المفرح ايضا انهم اكدوا ان الجميع ديال الضحايا اللي كانوا تحت الانقاض بفضل التدخل ديال القوات المسلحه الملكيه اللي هو كان بالفعل كان مباشره بعد الزلزال بساعات، كان هو الدوار الاول اللي دخلت فيه القوات المسلحه الملكيه في المنطقه، انتشلوا جميع الضحايا. لكن المشكل ديال الروائح الكريهه في هذا الدوار يعني لا زال مشكل كبير، لدرجه اننا لم نتمكن من استكمال يعني التوغل بين هذا الهدم في هذه الدور، ولم نتمكن يعني تصوير بعض الاجهزه اللي هي مطله على الواد بحكم سعيد هذه الروائح. واش بسبب يعني جات من متعفنه يعني تحت الانقاض، ولا بالنسبه للدواب يعني ما زالت تحت الانقاض؟ هادو دواب وحيوانات أليفة، كتنعرفوا أن الأغلب ديال الأسر القروية تعيش على الزراعة المعيشية وتربية الحيوانات. باقي الحيوانات تحت الأنقاض منهم اللي توفى اللي مات، ومنها الحيوانات اللي تمكنوا الناس أنهم يخرجوها ويعالجوها بحكم القصور وكذا بطرق بدائية. نعم، وبالنسبة الضحايا يعني البشرية، يعني هل لازلت هناك جثامين تحت الأنقاض؟ بالنسبة لهذا الدوار اللي شفنا كما عينا ما بقاوش جثامين، كل شيء تدفن في واحد المقبرة جماعية الفوق في الجبل في الدوار. وكانت المحطة ديالنا الأولى كما قلت لك هو دوار تاشكالت، ثاني نحو حدود 11 صباحا تقريبا. لا سمحتي سعيد، غير قبل ما ننتقلوا، واش في هذه المنطقة هذه وصلوا الخيام، وصلت المساعدات؟ مساعدات ديال المواد الغذائية تبارك الله موجودين بكثرة، موجودين لدرجة كل في مدخل الدوار تلقاو مثلا جوج طن ديال المساعدات.
نعم يعني في الصباح في صباح الحال تلقى المحسنين حاطين كميات مهمة من المساعدات على الطريق. نعم وبالنسبة للخيام، بالنسبة الجمعية للخيام المحلية، بالنسبة للخيام لحد الآن ديك المنطقة ما فيهاش الخيام، باقي ما توصلوش، لكن غادي نكملوا في هذه المسألة ديال المساعدات اللي نعم. هو اللي هو كما تنشوفوه إيجابي هو الفعاليات المدنية في المنطقة، داروا واحد الطريقة باش يدبروا هذا الكم الهائل ديال المساعدات، أخذوا هذه الكميات ودروها في واحد البلاصة، يعني في واحد المدرسة تما اللي باقي صالحة زعما باش يتخدم فيها هذا الخير، وداروها كالسوق، يعني العائلات اللي محتاجين مثلا المواد الغذائيه ديالهم تيجيو تيتسلموا داك الشيء اللي غادي يكفيهم مثلا ليومين ثلاثه ايام اللي تيكمل تيرجعوا ثاني، باش يكون واحد التدبير ومعرفه ديال الناس المستفيدين بشكل دقيق. نعم، إذن العملية تنظيمية ديال تلقي المساعدات وتوزيعها بطريقة مضبوطة يعني. تماما تماما، هذا مجهود ديال الناس ديال الفعاليات المحليه، يعني ما كايناش شي هيئه اللي جات دخلات في الدوار ولا لا، هذا مجهود خاص ديال المساكن المحليه. وبالنسبه لقضاء الليل، يعني هاد الليالي اللي مضت بعد الزلزال، اين يقضي السكان الليل في ظل عدم وجود خيام؟ كما قلت لك وجدناهم نائمين في العراء، دخلنا في السبعه الصباح في طونس تقريبا السبعه، لقيناهم ناعسين في العراء، عائلات تتحاول ما امكن انها تدبر الشؤون ديالها بما توفر لها من امكانيات، يديروا مثلا بلاستيك ولا شي حاجه، مثلا شي خيمه ببلاستيك ولا شي حاجه تيديروها غير بالعواد، ينصبونها بالعواد بالاعواد والخشب إذن فقط هناك حاجة الآن، هناك حاجة ماسة لوصول خيام لهذه المناطق، لأن بدأت البرودة يعني في هذه المناطق الجبلية. تماما نعم تماما تماما. بالمناسبة هاد المسألة ديال الخيام في طريق العودة، بالقرب من جماعة تسنقلت، لاحظنا تجمع كبير ديال القوات المسلحة، بدأوا في إنزال معدات لتوطين الملاجئ، كان مقرر اننا نبداو لهذا التصوير ديال هذه العمليه اليوم في الصباح، لكن لا زالت هذا العتاد باقي ما ركبوش، ان شاء الله غادي نمشيو اليوم نمشيو نحضروا لهذه العمليه. نعم، وبالنسبه للدوار الاخر اللي انتقلتوا ليه، يمكن تعطينا صوره على المسافه اللي قطعته؟ الرحله بدات حوالي الساعه 11 صباحا في اتجاه مركز تيزينتاس، كان في الطريق وحنا تنسولو شفنا مشاهد مأساوية، هذا الطريق ديال تيزي تاست معروف انه طريق وعيرة، الجبلية وعيرة، يعني التقابل ديال السيارات والعربات تيكون بشكل حذر، لانه مباشرة الا ما كانش حذر يعني راه كاينة حافة على جهة اليسار، ممكن انك لا قدر الله انك تصاب بحادثة، وبالتالي وصلنا الى مركز تيزي تاست حوالي 12:30، سألنا الناس اللي تلاقينا بهم، سولناهم على المناطق اللي هي أكثر تأثرا، ورونا واحد القبيلة ملي تفوت المرتفع، آخر نقطة تابعة إداريا لهذا التيزينتاست اللي كانت معروفة بمنطقة أغبار، فيها مجموعة من الدواوير، هما على حسب ما قالوا هما الشهادات ديالهم تيقولوا انه لازال الضحايا تحت الانقاض، والقوات المسلحة يلاه وصلت لتو لديك المنطقة، يعني ما كانش تدخل يعني نهائي في هذه اليومين الاخيرين. كتقصد سعيد انه امس يعني الثلاثاء حدود الساعة 12 يعني زوالا، مازال البحث في واحد المناطق عن الناجين المحتملين، واللي عاد وصلت ليه المساعدات، عاد وصلت ليه فرق الانقاذ، هادشي اللي كتقصد؟ تماما، هادو دواوير في منطقة أغبار. نعم، قصدنا المنطقة مباشرة بعد علمنا بهاد المعلومة. في الطريق وجهتنا مشاكل عدة بسبب سقوط الأحجار، تصور ان لقينا الدرك الملكي يمرر العربات يعني واحده تلو الاخرى في واحد المقطع، لكن لحسن بعد الصدف ان واحد الحجره كبيره تحت فوق وما تصاب لا احد، ورجعنا مباشره
رجعنا للدوار اللي مشينا ليه، دوار اخفيس، حيت إذن ما ما إذن قدرناش ما نكملوا، تمكنتوش توصلوا لهذه الأخبار. ما تمكناش لانه كان فيه خطر كبير، ورجعنا بسرعه باش نستغلوا الوقت هذا الدوار قبل حلول الظلام. سعيد، هذا الدوار هو اللي مازال ما وصلتوش المساعدات وجهود الإنقاذ. الدوار البارح كانوا مساعدات، البارح كانوا مساعدات ينظموها الدرك البارح، لانه بحكم عرف طريق انت تلاقيتوا وشفنا اليات. مع بعض السكان اللي حكوا لكم على هذا الدوار؟ تماما، تلاقينا مع السكان اللي جو، اللي تصور اللي جو بالاقدام، سيارة بالاقدام من ديك المنطقه حتى المرتفع باش يتلاقاو مع الناس، بيقولوا لهم راه خاص فينا مساعدات. وباقي وكيقولوا بان باقي عندهم يعني ضحايا تحت الانقاض. باقي عندهم ضحايا تحت الانقاض، وكان تدخل الاني ديال القوات المسلحه الملكيه. سعيد، الا ممكن تعطينا بالضبط الموقع ديال هاد الدوار، باش الا كان يعني مستمعين او مهتمين بجهود الانقاذ والسلطات يعرفوا بالضبط هاد المنطقه فين كاينه. هذه المنطقه التي نتحدث عنها هي منطقه اغبار بجماعه تيزينتاس، هي داخله في النفوذ ديال جماعه تيزينتاس، وقريب بشكل كبير. هذه المنطقه كامله اللي وصلنا ليها قريبه بشكل كبير للبؤره ديال الزلزال. يعني تتضررت بالكامل، ضحايا بالعشرات، الدواوير البارح تم الوصول، وفرق الانقاذ وصلت لحوالي منتصف النهار لهذه المنطقه. وصلت ما الاغبار. تمكناش حنا، وصلت الاغبار، ما تمكناش حنا باش نوصلوا لديك المنطقه بحكم الوعوره والخطوره ديال التنقل في هذه الممرات الجبليه. اذا رجعتوا لتيزنتاست، توصفنا المشهد في المركز ديال هذه الجماعه. في الرجوع لتيزنتاست، كنا غادي للمركز ديال الجماعه في الطريق ديال العوده، لما حنا واحد الدوار فيه عدد كبير ديال السلطات الامنيه، هو مقابل للجبل اللي حنا باش نوصل لك المشهد اكثر. حنا في واحد الجبل، وتيبان لنا جبل اخر فيه تجمع كبير ديال السلطات الامنيه، لان حنا فقط بالعين المجرده مباشره بعد ذلك قمنا بالبحث عن الممرات، لانه راه الا ما كنتيش خارج المنطقه وما كانش معك شي واحد من المنطقه، صعيب انك تلقى الطريق باش توصل لهاد الناس اللي كاينين تحت الجبل. اللي كاينين في الجانب الاخر، خصك تقطع الواد ماشيا باش توصل عندهم. حطينا السياره في واحد البلاصه حدا الطريق، وكملنا بالرجل. مشينا مع لا 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 في البيست تقريبا واحد نص ساعه ديال البيست، وصلنا للجانب الاخر. يعني فاجعه، دوار كان تهدم. لقينا تقريبا، سعيد شو سميت الدوار؟ هذا هو الدوار ديال اخفيس، اللي تمكنا اننا نصوره ونعاين انتشال اخر جثه، اخر ضحيه تحت الانقاض في هذه المنطقه. هذا دوار اخفيس، هي جثه ديال الطفله، هي جثة ديال طفلة، هي من أصل أربعة أفراد من عائلة واحدة، توفي ثلاثة أفراد وبقي واحد من هذه العائلة اللي هو الأب. والطفلة توفيت تحت الركام، وكانت هي آخر ضحية يتم انتشالها في هذا الدوار. تماما، هذه آخر ضحية، اللي يكتمل العدد ديال الضحايا في الدوار فقط 47 ضحية في الدوار فقط، منهم شيوخ، نساء، أطفال. كانت مقبرة في أحد الحقول المتخيمة لهذا الدوار، فيها 47 قبر. طيب، وبالنسبة للمساعدات، هل وصلت لهذا الدوار؟ هل هناك خيام في هذا الدوار؟ في طريق العودة، دابا السلطات المحلية ربما بحسب القول ديالي أصبحت تدبر هذه المسألة ديال الخيام بحكمة. دارت فكرة أنها تجمع هاد القبائل ولا هاد الدواوير، تجمعهم في نقاط التجميع في واحد البلاصة اللي غادي يحيدوهم أولا من الحافة ديال الجبل، يحطوهم في واحد البلاصة اللي هي منبسط، ودايرين لهم دابا تركبوا عتاد ديال هذوك اللوجيستيك، الآليات باش يركبوا الخيام. شاهدنا تركيب مجموعة من الخيام اللي هي مؤقتة، جابتهم السلطات المحلية وعامل الإقليم مساء أمس طريق العودة، بعدد من نقاط التجميع بجماعة تيزينتاس. لمحت ثلاث نقاط تجميع مثلا اللي لمحت في الجماعة. هذه الطريقة ديال التدبير تعتمد على تخصيص واحد العدد ديال الخيام لكل دوار.
نعم مثلا هاد الدوار ديال اخفيس دايرين لي تقريبا واحد 6 خيام نعم لكي يأوي ما تبقى من الساكنة. لكن سي بالحق واحد الملاحظة مهمة نعم ما نسيت ما طرقش ليها، هي أن الساكنة أصبحت يعني تقوم يعني بهجرات جماعية من المنطقة، اللي هو مؤسف. الناس بداو تيجمعوا العتاد ديالهم وما تبقى لهم من المستلزمات ويغادرون المنطقة تباعا. وتكلمتي مع هاد الناس، واش هي مغادرة نهائية أو مغادرة فقط خوفا من هزات ارتدادية أو من زلزال آخر؟ ما شاهدت ربما من مشاهد كانت مؤلمة، وحاولنا نتواصل مع الناس. البعض منهم يقول أن هذه المنطقة ليست آمنة، خصوصا الدواوير اللي هي قريبة. الدوار ديال أخفيس راه 7 كيلومتر، يبعد 7 كيلومتر عن بؤرة الزلزال في الجانب الآخر من الجبل. نعم يعني حنا راه في الحدود الترابية لتارودانت بالحوز، نعم نعم منطقة خطيرة. وكل مرة نسمع هزات ارتدادية، يعني منطقة خطيرة جدا وعلى حافة الجبل، وكاين مشاكل ديال سقوط الأحجار الساكنة. وبالتالي العدد كبير من الساكنة اللي اختاروا أنهم يغادروا، خصوصا الناس اللي ما بقى لهم والو كاع في المنازل، الناس اللي تضروا بشكل كامل. نعم. طيب بالنسبة لبعض المشاهد اللي كنت صورتي سي سعيد، أنه تفجر مياه في بعض المناطق، واش هي نتيجة الزلزال ولا كانت هذه المياه كانت سابقا؟ تحدثت مع أحد من الساكنين، مع أحد الساكنين هنا بالمنطقة ديال تيزي نتاس، قال أن هذه الينابيع كانت ضعيفة جدا. نعم كانت ضعيفة جدا، كان الصبيب ديالها ضعيف، حتى لدرجة أن الفلاحين اللي كانوا يعتمدون عليها لسنوات في الفلاحة ديالهم والزراعة ديالهم ما كانوش قادرين باقي باش يلبيو بها الطلبات ديالهم والاحتياجات ديالهم. نهار السبت في الصباح تفاجؤوا بهذا السيلان الكبير ديال المياه مباشرة بعد هذه الهزات. وماشي غير هنا، تلاقينا مع ناس اخرين فلاحه من هو راجعوا تهما في اطار قوافل ديال المساعدات من هو راه تارودانت، قالوا بان المستوى ديال المياه في في في, في الابار ديالهم في الضيعات ارتفع بشكل ملحوظ. نعم. نرى فيه خيرا ربما، واخا ان الكارثه حلت بالمنطقه والوفيات، ولكن نرى فيه جزء من نوع من الايجابيه ونوع من التفاؤل، انه حتى الناس راه يستافدوا من كميات مهمه، لانه الصريب ديال المياه كما شفنا البارح كان قوي. نعم. طيب سعيد، بعد ما انتهيتي من هاد يعني من زياره ديال الدوار ونزلتي الروبورتاج ديالك، يعني بعد رجعتوا للمركز ديال تيزنساست ولا رجعتوا لولاد بالرحيل؟ يعني كيف كانت الطريق يعني في العوده، وفي اي ساعه رجعتوا؟ مباشرة حوالي 4 مساء في طريق العودة في جامعة تيزي نتاس في المركز، لاحظنا قدوم يعني العشرات من القوات المسلحة الملكية والدرك، يعني كان واحد جميع كبير ديال العناصر حتى هما يلا تحتوا العتاد ديالهم، جابوا المستلزمات ديالهم باش يديروا توطين ديال القرية ربما مركزية ديالهم تما في واحد المنطقة جبلية. كملنا لجامعة تافنغولت، جامعة تافنغولت أيضا تشهد يعني الاستعدادات مكتفة لإكمال التشغيل. تافنغولت سعيد بعيدة شحال على تيزنتاس؟ بعيدة كيلومتر، ماشي كيلومتر، تكون 12 كيلومتر. 12 كيلومتر، نعم. ولكن ممرات جبلية، يعني طرق وعرة، تقريبا تقدر تدوز في ساعة ولا ساعة ونص. نعم. يعني الواحد باش يقطعها خصو شويه ديال التريس طريق، لانه الوعوره والخطوره ديال هذه الممرات. نعم. وكانت يعني الرحله ديالكم غادي ترجعوا للجماعه ديال ولاد بالرحيل اللي قريتوا فيها الليل. شكرا سي سعيد على هذا المجهود اللي كتقوموا فيه لتغطيه وقائع الزلزال الكارثي الذي ضرب منطقه الحوز. نتمنى لكم السلامه سي سعيد، والله يوفقكم. شكرا جزيلا. وشكرا سي عبد الحق، شكرا.